انا الاحمر حسن بن موسى بن جلالي، كنسكن في دوار الهجره سمسة مجدوب محمديه. المشكل اللي عندي وهو ان واحد الارض ورثناها لوالدينا، شارينها والدينا، ارض سميتها سريجه وطرف سميته قجيع، متجاورتين. وكاين جيراننا واحد الارض ديال ورثه السويسي محمد بن العربي، ومن بعدها كاين ارض القريه اللي المساحه ديالها 10 هكتارات كيورثوا يستغلوها الخمامره. الحدود ديالها الشمال الغابه والشرق الواد، واليمين ورثه السويسي محمد بن العربي، والغروب غابه. حنا بيننا وبينهم ورثه السويسي محمد بن العربي. هاد الارض كنحرثوها كل عام الا كان الجفاف، يعني ما كنحرثوهاش. في 2021 بغيت ندي تراكتور نحرث، غير التراكتور اللي مشيت ليه كيقول لي ودي راه مبري من فلان، قال لك هذيك الارض راه شاريها، وهذوك الناس راه ما عندهم عليها اوراق، راه الا مشيت تما راه غادي تكون شي فوضى، راه غنجيب لكم شي ضرميه. المهم العام خرج فارسو، هذاك العام 21 ما حرتناش. جا 22، جا 22 كاين شي دراري خما من 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 سميتو من ذاكره، كيجيبوا التراكتورات ديالهم تما الجامعة سمسة مجدوب، كيحرثوا لعباد الله. نظرا للتراكتور ديال المنطقة قلنا ما كاينش بزاف، مشيت ديت الزريعة وديت الدراري معايا اللي غادي يزرعوا لي وداك الشيء، مشيت كنزرع ديك الأرض كنحرثها كل عام. مع مات الوالد بقينا مع الورثة وداك الشيء، بقى مشروكين طلق لي أنا هو اللي كان فلاح شوية، وما طلق لي كل شيء الدراري كان فلاح وكنقسم معاهم. بدينا كنزرعوا، بدا التراكتور كيحرث، حتى جاوني جدرمية ديال الشلالات. قال لك اسيدي حبس الحرث، داير الفوضى. قلت له واش من الفوضى لقيتي دابا؟ جيتي على قبل كاين شي فوضى؟ قال لي هذا السيد جابوا معاهم هذا السيد اللي المعني اللي هو كيدعي شاري. قال لك هذا السيد راه شاري هذه الارض. قلت له انت راه ما شاريش هذه الارض، راه حنا اللي كنسمع راه شاري ارض القريه ديال الخمامره، راه بعيده، راه ماشي هي هذه، راه فيها دار وفيها سكنه. قال لي لا، هذه الارض هي اللي فيها النزاع. قلت له ما كاين حتى مشكل، غادي تعطيوني محضر بانكم حابسني من الحرث باش ما نضيعش في الزريعه ديالي وما نضيعش في الحرث ديالي. قال لي لا. قلت له عندكم شي اذن ديال وكيل الملك باش خارجين؟ قال لي واش انا خارج البلاد بوك؟ انا عندي دوريه. انا ديجا كنت حاس بانه غادي تكون شي حاجه ديال الغدر، كنت دخلت عند الرئيس ديال 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 المحكمه ديال المحمديه، حكيت له الامر، قلت له ودي انا كنبغي نحرث، راه واحد السيد راه كيدعي بانه شاري الارض ديالي، راه بغيت نحرثها، راه حابسني من الحرث. قال لي شوف الشهود. قلت له دي الشهود ديال المنطقه، راه ما بغيش هدي حتى واحد جيرانه تما كاين ومهرلي فيهم السيد كيتهلا فيهم وداك الشيء، انا ما بغيتش تهضروا لي. قال لي غادي تدي معك مفوضه قضيه وغتخلصها، ولا مفوض وغادي تخلصيه باش المعاينه ديالو غادي يسجلها، وديك الساعه جيبه لي هذا السيد ونشوف هذه الارض اللي شاري في كاينه. عيطت على المفوضه القضائيه وكنهضر بالجهات، سمعوني جدرميه وشوف حالتهم. جات المفوضه القضائيه ما لقيتلاش جدرميه لا والو. السيد المعني بالارض هو مشى، مشى وشرمي مشى، بقى معانا الشيخ ديال القبيله ديال الشلالات. جات المفوضه قالت لي شنو كاين؟ قلت له ودي راه خرجوا لي جدرميه، راه بغوا يحبسوني من الحرث، وانا دابا بغيت محضر ديال الحبس. قالت لي ما نقدرش نعطيك محضر، شكون اللي حابسك دابا؟ قلت لها حابسني السيد المعني بالامر اللي كاين عندها التليفون ديالو. عيطت ليه جا، قالت لي هو انت قول لي كلمه واحده من جوج، واش انت هاد الناس حابسهم من الحرث ولا لا؟ قال لي لا ما حبسهمش، انا غادي نمشي للمحكمه. قالت لي سير اسيدي المحكمه. قالت لي انا كملوا الحرث ديالكم. قلت لها الله يرحم والديك، اعطيني واحد المحضر على هذا، على هذه المعاينه ديالك وهذه التبريه اللي تبريت فيك، اعطيني محضر. قالت لي ما غنديرش فيه جدرميه، انا ما شفتش بعينيا، كاين عون السلطه هو كاين، وانتم راكم كتحرثوا. دارت معايا موعد باش غادي نمشي عند المكتب ديالها، المهم عطاتني المحضر. عيطوا على جدرميه، مشينا قيدنا الاقوال ديالنا، تراميتو لسيد الارض ديالي. يا سيدي واش من ارض عنده هذاك السيد؟ ارض راه ديالنا وها الوراقي ديالنا، ها المشروع ديال والدينا، ها كلشي. هذاك السيد راه بعيد هنا، راه هو شاري من هاد الخمامره، والخمامره راه بينه وبينهم ورثة السويسي محمد بن العربي. فاذا به هذوك السويسي محمد حتى هما حاضرين، حتى هما سيد عام جدرميه، حتى هما قالوا بلادي هذيك. هذيك القريه فيها 10 قارات، وسويسي محمد بن العربي الورثه ديالو عندهم خمسه، وحنا انا ولاد عمي واخوتي عندنا 10. قال لك هو شاري هاد 10 كاملين، شاري من هاد الخمامره.
قلت الجدرم هي بهذه اللهجه قلت له هذا كيقول شاري مع الخمامره، الخمامره معيشه وما انا في 15 حداكم. السيد عيهم الى شهد شاهد واحد من الارض كامله ديالهم، هذا السيد راه صحيح ولا كذابين؟ قال لي الله يهنيكم. الى لجان التقديم، عيط على التقديم قدمونا للمحكمه. دزنا عند الاستاذ الزيادي الله يرحمه الوالدين، راجل خير، وكنشكرو من هذه المناسبه، هذه في هذه المناسبه كنشكرو لانه البحث اللي دار زوين. قال لي هو انت اش عندك مع علاقه بهاد الناس؟ ما بقى سولنا حنا، سولوه هو شد فيه مزيان. قال لي ها سيدي ترى موريها الارض ديالي. قال له اش مع علاقه بك فيها؟ قال له شاريها. قال له انت شاري؟ قال له شاري في 2020. قال له انت يلا شريتيه ترى مولك؟ شكون كان كيتصرف قبل؟ قال له كنت كنتصرف انا. قال له باش كنت كتصرف؟ باش من الصفه؟ قال له كنت شادها من عند الخمامره بالخبزه. قال لي انا عندي الارض، انا عندي الارض كنعطيوها بالخبزه الربع ماشي شغله. النزاعات كيتكلفوا بهم مالي الارض، هاد الناس اللي طرموك على الارض ديالك غادي تجيب هاد الخمامره اللي باعوا لك يوريوك اش باعوا لك، ولا على الاقل يشهدوا لك، يقدروا يشهدوا لك. قال لي لا سيبيع عليا كاملين وما المهم دفعت الدعوه مشات الحفظ تحفظت، ما حكم ليه ما حكم لينا ما والو، مشات الدعوه تحفظت. دازت سيدي مده ديال شي 4 شهور ولا 5 شهور، جاب واحد جوج حفاره وجاب مفوضه قضائيه نيت، هذيك المفوضه القضائيه اللي كانت خرجت لينا حنا نيت، حتى عيطوا لي دري ولد خويا كاين ساكن في البلاد نيت، قال لي راه هذاك جارنا راه كي جاي هنا بالخدامه وكيحفر، قال لك باغي يدوز المال للدار ديال بنت القبي بارح حسنا ندو بيع عليه ولا في هذيك الارض ديال القريه نيت. جيت قلت له اش كدير؟ قال لي ندوز ما، قلت له ما يمكنش تدوز ما في الارض ديال والدي ما تدوزش فيها الماء. قلت لي المفوضه قديرة غنحب نقيد لك بان راك امتنع ما خليتيش تدوز. قلت له ايه ما يدوزش في الارض ديال با. قال لا الارض ديالي. قلت لها لا كانت الارض ديالنا نمشي للحبس، هاد الارض ديالنا حنايا وارثينا على والدينا ووالدينا شريناها، ها المشروع ها الوراق ديالي. المهم قال لها دابا استاذ اعطيني على المحضر انا غادي نقاد شغلي. مشى قيد دعوه بان حابسين على الماء. دزنا في هاد السيد النائب، ملي دزنا هاد السيد النائب هو كيقول بلادي حنا كنقول بلادنا، حنا عندنا اوراق وواحد اوراق. قال لنا غادي غادي نرد البحث للجدرميه، غادي يفرزوا لي بلادكم من بلادو. فعلا خرج البحث للجدرميه، ملي خرج البحث للجدرميه طاح في الشاف حسني الله يرحم ليه الوالدين من خيرة الناس، شاف بلا بريكاد ديال الشلالات، وراه كنقدم تو التحيه من هذا المنبر هذا الله يجازيه بخير. خرج العين المكان وعيط على الشهود وتبت الحقيقات وقف عليها بانه هذه ارض شريجه وهذا قجع وهذه القريه ما عندها علاقه بهذا السيد، هذا السيد هذا هو شريف ارض القريه وارض القريه بعيد عن حنايا، يعني ما عندوش الحق يدوز فينا الماء الا بموافقه ديالنا بالبيع ولا باش ولا بالشراء ولا بالموافقه فابور ولا المهم ماشي يدوز فوضى. حنا حتى حنا رفعنا به دعوه ترامي على حساب المحضر اللي عنده هو ديال المفوضه القضيه. الدعوه ديالنا حنا ما تناقشتش كاع، اللي هي ثابته بانه جاب الناس وكيحفر في الارض ديالنا بلا 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 شوارنا لحد الان ما تناقشتش. هذيك الدعوه ديالو هو مشات عاود تري الحفظ بهذوك الشهور بهذيك المحضر اللي دار سي حسني الله يذكره بخير الله يرحمه الوالدين، مشات الحفظ. جاء الحصاد، حصدنا الزراعه ديالنا، مشينا في حالاتنا الى لهذا العام عاود تاني في 2023 مشينا كنحرثوا. جاو تاني جدرميه، خرج واحد الشاف وخرجت مع واحد السيده حتى هي في جدرميه ومعها واحد جدرميه اخرى، هما ثلاثه ومعاهم هو السيد المعني بالامر. قال لي هذا السيد كتحرثي في الارض ديالو، شرت ليه بحال ما هو كيبيديك طول ها الارض اللي شاريها السيد راه هي وراه سميتها ارض القريه، وراه الدار ديالو اللي كنبغي يدوز ليها الماء راه بعيد عليا انا بواحد الكيلومتر ولا جوج، راه هادشي راه ما هذيك الجدرميه ما شافت هذا المنظر وسرحت عينها للدار وقالت لي هذيك الدار هي ديالك؟ قال لي ايه. قالت لي وراك كتبان الفرق ما بين هذيك، طلعت الطوموبيل ما بقاتش هودت كاع. الشاف شد فيا قال لي لا تحبس الله يهديك، قال لي لا تحبس. قلت له انا ما غنحبش. قال لي ما غتحبش جيب الدراري وحك علينا البريكاد. قلت له سير غنتبعك دابا. هو مشى للبريكاد، انا هزيت الطوموبيل ديالي انا والدري ولدي، هوت على السيده الوكيله، طلبت لقاء ديال السيده الوكيله في المحكمه الابتدائيه. دخلت عندها قالت لي اش عندك؟ قلت له راه عندي واحد الارض، انا هذه الثانيه في المرات الدعوه كانت شط الحفظ وانا مشيت دابا باش نحرث عاوتاني الارض ديالي، راه خرجوا لي جرميه. قالت لي تسنى برا. ريحت كانت تسنى برا، قلت ما جلست عندك هكا، يمكن وقع ربط الاتصال بجدرميه ولا ربط الاتصال بسيد نائب ولا داك الشيء.
عيطات عليا دخلت قالت لي هذا السيد اللي هو عنده هذه الارض كانت عندكم ماشي دعوه. قلت لي ايه. قالت لي راه كاين شي مستجدات في الملف راه درمي خرجوها باش حقو معاكم. قلت له استاذ حبسوني من الحرت. قالت لي لا واش درمي كذبوا. قلت لها لا ما يكذبوش درمي انا اللي كذاب. قالت لي يا سير راه درمي غادي يقيدوها الاقوال ديالكم وغادي يقدموكم عندنا. فعلا مشيت كملنا الحرت ديالنا مشينا عند جدرمية قيدونا الأقوال ديالنا قدمونا عاوتاني عند السيد الوكيل عند السيد النائب. دازنا عند السيد النائب أرض ديالي ما ديالي ديالي ما ديالي ديالي ما ديالي أنا غارس حراق دير التراب دير هادي دير هادي دير هادي. الوكيل ملي تعقدات عندو الأمور ما فرز الصح من الكذوب رد لواحد جدرمية قال لينا غادي تمشيو وراه غادي يخرجوا عندكم جدرمية لعين المكان وغادي يعيطوا عليكم نتوما جيبوا الوراق ديالكم هو جيب الوراق ديالو وغادي يعيطوا على الناس اللي بيع الأرض غادي نوريوكم غادي نوريو الجدرمية الارض الموضوع النزاع اللي بيع لهاد السيد الا كانت هي اللي حرتو راه غادي نربيكم. قلت له سيدي الله يطول عمرك. مشينا كنتسناو اليوم غدا بعد غدا اليوم غدا ما كاين لا جدرمية لا هم يحزنون حتى عيطوا لنا الجلسة درنا تقنين تاني عند الوكيل. دزنا عند النائب كنغوت عند النائب كنقول له اسعد النائب راه حنا الكلام ديالك راه ما دارش به راه من النهار اللي خرجنا معاك هنا حتى جيتي دابا تقدمنا راه ما عمرو عيطوا لنا جدرمية ولا سولونا راه الجدرمية داروا داكشي اللي بغاو راه عيطوا على من بغاو راه داروا داكشي اللي بغاو. شوف واش كاين الخمامره شاهدين تما عندك في الدوسي ولا ما شاهدينش. قلب الدوسي ما لقاش اثر خمامره ما كاينش. الناس اللي بيع الارض كاين بيع وكاين اللي باقي وباقي الان كيقول لك ودي حنا نشاهدوا بان السيد عمرنا ما عطيناه بالخبزه وما بيعش ليه كاملين وهو شاريع الشيع ومعمرنا قسمنا معاه باقي ما قاسمينش كاع باقي على الشيع راه خاصو يدير دواء بعدا باش يخرج من الشيع. هو كيدعي بانه تصرف ودير في الفلوس وهذيك الارض كيدعي بان هي تصرف فيها ما كتحرتش عبارة عن حافة جبل ما يدخلش ليها تراكتور بنادم علاش ليه فرحيش تراسو غير هو من اللي بانت ليه هذيك الارض ديالنا حنا زوينة وقال غنجمع كلشي. هو بغى يجمع كلشي ماشي عادي الخمامرة بغى يجمع كلشي كاع كانت تقريبا شي 35 هكتار بغى يجمعها كاملة ديالنا وديال سويس محمد العربي وديال الخمامرة. دار لنا الوكيل دار المتابعة من بعد المرافعة السيد النائب دار لنا المتابعة الفصل 570 دزنا في الجلسه دزنا الدوزه الاولى الثانيه كنطلب انا في السيد القاضي كنقول له يا سعاده القاضي هاد الناس اللي بيع الارض هما اللي غاديين هاد الشهود راهم الشهود راهم زور حنا دابا راه كنعيشوا في واحد الوقت اللي هو الشاهد عطيه 4000 يدير معاك اللي بغيتي واخا تكون ما يدير كتشوف هنا الارض راه باقه والناس اللي بيعين راهم باقين عينينا واحد الخبير حنا نخلصوه يخرج يدير معاينه ويجيب لكم صحه الاخبار او لا راه ما بعيداش عليكم هاد الارض هادي راه 5 كيلومتر اللي كاينه ما بينه وبين المحمديه. الله يجازيك بخير الا ما خرج بنفسك وتاكد في اخر المطاف قالنا المداوله. حنا كنتسناو المداوله كنقولوا زعما ربما غادا يحكم بخبره فاذا به الحكم كان قاسي ما يقبلوش العقل حكم قاسي بزاف. ما نظنش واش الله تبارك وتعالى يغفر لهذا الاثم هذا ديال هذا الحكم هذا لينا حيت تحكم بستة شهور موقوفة التنفيذ والفصل 570 رجعت ليك هذا هو هذا هو جهده اقصى عقوبه هي هذه. وبان هذاك السيد هو عشرات المليون ديال التعويض نعوضوا ليه ديال قال ليه كندير نحل وكندير فلفل وهي الارض ما صالحها لوال وكاع ما تجيبش حتى الزرع. هذا العام نيت هذاك الزرع اللي زرعته اللي زرعناه والله ما حصدناه كانوا البهيم. وانا عندي ثقه الا كانت المحكمه الابتدائيه وقعت في خطا انا كان سامحه مسامحه. انا عندي امل في السيناف الناس ديال السيناف وهذا النداء موجه ليهم مباشره انا يديروا على الميزان الوسط انا ما يعطيونيش ديال الناس الميزان يكون واقف نيشان ما يكونش عوج لواحد الجهه يدار بحث حق طريقه يتعين خبير وخرج عين المكان واللي يخرج القاضي بنفسه. الحمد لله الحديد ديال الدوله موجود المازوت ديال الدوله موجود الميزانيه ديال وزاره العدل موجوده يدير واحد ساعه ولا ساعتين ونهزو بالطوموبيل ديالنا ويمشي حتى لعين المكان ويشوف ويعيط على الجيران ديال الارض وحتى هادوك الشهود نيت يسول عليهم اللي شاهدين كي داير السيره ديالهم في الدوار وديك الساعه باش محكم حنا قابلين. انا عندي امل في الله كبير وفي السينف في الناس ديال السينف وفي النزاهه ديالهم. انا كنتمنى رانا البراءه التامه لانني كنستاهل البراءه انا مرمي تاع لواحد انا محارك الارض ديال والدي اللي خلوا لي والديا لا اقل ولا اكثر.
you